كابتن عادل، هل رجوع نادي الاتحاد الشوط الثاني نص ملعبه الحفاظ على الهدف كان خطأ من حسام حسن؟ بص يا كابتن، اكيد الحماس ممكن يحسنك في المباراه لكن ما يحافظلكش على النتيجه. حماس قصدك من الجهاز الفني للعيب؟ الحماس بس. يمكن انت لازم احيانا بالحماس تقدر تكسب ماتش، تقدر تكسب دقايق، لكن ما تقدرش بالحماس بس انك انت توقف اللعيبه بالحماس من غير ما تقول لهم هيعملوا ايه. ده اللي بيحصل اكيد. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان لو كان الاتحاد فكر افضل من كده واحسن من كده ولعب بتوازن ما رجعش ودافع الدفاع المبالغ فيه، ولكن حته الحماس هم متحمسين دائما. يمكن دي عاده حسام، حماسه بيبقى دايما في حته الدفاعيه ودافع وكده، تلاقيه بيتسرق في الاخر المباراه باللعب المباشر او بيخلي فرقته تحت ضغط طول الوقت. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه بقى اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن، انه النادي الاهلي زاد الشوط الثاني حاجه مهمه جدا خسرناها في مباراه الزمالك وخسرناها في المباراه في الشوط الاولاني بتاع الاتحاد. ايه هي؟ خفيه حركه اللعيبه. الملعب خف شويه بصلاح محسن، عنده خفيه حركه في الفيرويد اكتر من مروان، عنده مرونه وجري اكتر. عندك طاهر محمد، طاهر عمل لك مرونه قويه جدا، وعندك وعمل لك رشاقه ومرونه في الملعب غير عاديه، سرعات غير عاديه. عشان كده انت كنت دايما اي فرقه بتدافع عليك، يعني الشوط الاولاني بتاع الاتحاد البطء اللي انت كنت فيه وبطء التحضير وعدم تغيير من الدفاع للهجوم بسرعه، اللي كان بيحصل كان بيرجع فرقه الاتحاد وبيقف كويس. لكن الشوط الثاني رغم ان هم الاتحاد واقف ورا، ولكن انت سرعه الارتداد بتاع اللعب ده من خفيه حركه اللعيبه اللي جوه الملعب. عشان كده بقول لك طاهر محمد طاهر، كابتن علاء قال كلمه مهمه، يبقى لعيب مهم جدا. انا الكلام ده من زمان يا كابتن علاء، دي حقيقه، لانه من اللعيبه اللي بيجيدوا. اولا عنده، اولا هو هداف كويس قوي، كنه اللي يلعب شوط واحد ويروح على الجون مرتين، فدي حاجه في اول مباراه لي، يبقى ده شخصيه قويه. ممكن يضيع ولكن هقدر اجيب بعد كده. شخصيته قويه جدا، عنده سرعات كواليتي كويسه، الكواليتي بتاع المهاره عنده عالي قوي، الفوت ورك تحت عالي قوي عنده. عادي انت شفته في المقاولين وكان ما شاء الله متالق، فتخيل امكانياته زي ما بتتكلم عليها انت كده، امكانياته دي مع النادي الاهلي، فانت بتتكلم في موضوع مختلف تماما. وعنده عقليه بقى، يعني انا اعرفه واتكلمت معاه قبل كده، وكان معاه اساسا. وكان معاك يا كابتن. انا اعرف ان هو شخصيه كابتن تقدر تقول عليها متزنه، عنده اتزان، دي حقيقه. ايوه. وهبص تلاقيه هو نفسه يعني عنده طموح عالي قوي بنفسه. يعني انا 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 قلت كتير اكتر من مره ان طاهر محمد طاهر مع النادي الاهلي ممكن يعمل حاجه كويسه في اللعب، وممكن لما يجي انا متاكد تماما انه مش هيتواجد في مصر بعد سنتين ثلاثه، هيلعب في اوروبا لانه امكانياته تناسب. ولكن نرجع للمباراه، موسيماني التغييرات اللي عملها تغييرات مباشره، تقدر تقول لي ان موسيماني اللعيبه دي معاه في فتره قليله ما كانش مركز معاهم، لانه كان مركز في ايه؟ في بطوله افريقيا. فاللعيبه اللي هتلعب بطوله افريقيا المقيدين، هم ما كانش مقيدين. ولكن تقدر تقول لي ان موسيماني لعبهم ليه وثق فيهم ليه؟ لانه موسيماني اتفرج عليهم فيديو كتير قوي، اتفرج عليهم كتير. الحاجه الثانيه المهمه انه عارف الكواليتي بتاعهم، ان هم الاثنين لعيبه كويسين، ولسه كمان هيتفاجئ بنصر ماهر كمان هيعجبه، لان موسيماني بيحب لعيبه الكوره. ولكن هي مشكله نصر ماهر في الوقت الحالي ان قفشه ماشي ماشي بطريقه كويسه قوي، وجميل انك انت ممكن تغير مكان لعيب او اثنين او تغير طريقه لعب عشان عندك لاعب مميز او لاعبين مميزين. نصر ماهر برضه هيبقى لعيب مميز، عندك طاهر محمد طاهر يبقى لعيبه مميزه. ده اللي هيدوا النادي الاهلي خفيه الحركه، لان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان اداؤه مميز جدا تكتيكيا ووقفه وتحرك وكل حاجه، ولكن كان ينقصنا وعبنا حته الخفيه الحركه اللي هي فيها علي معلول اصلا. اللي هي بقى فيها تبقى فيها طاهر محمد طاهر، هيبقى عندك فيرود بيتحرك بسرعات كتيره قوي، زي يعني مروان بتاع التمركز واجايه من التمركز. انت موسيماني شكله بيحب اللعيبه اللي هم عندهم الحركه الازيد، بدليل انه بيعمل لا مركزيه في الحته الهجوميه مع قفشه. حتى لو سمعت قفشه او سمعت اللعيبه دايما لما بشوف اللعيبه اتكلم معاهم، هم بيتكلموا على ان الراجل بيديهم حريه اللعب في كل مكان، اللي هو اللامركزيه. مش المهم الاسم فين،
صحيح. مش انت بتلعب ثلاثة مهاجمين مثلا او أربعة، ثلاثة وواحد قدام، مش المهم اللي ناحية اليمين اسمه ايه ولا ناحية الشمال، العب وتحرك زي ليفربول لما بيتحرك مع فيرمينيو وصلاح وماني. فالثلاثة بيشتغلوا كده. احنا بس محتاج الحتة بتاعت الهجمات اللي اتكلموا فيها الكابتن شريف والكابتن علاء وكابتن هاني العجيزي، بيتكلموا في حتة انك انت لازم الفرصة اللي تجيلك لازم تستثمرها. مزبوط.